سيادي، بمعنى ان الحزب يقوم بفتح مخططات الدول الكبرى في بلاد المسلمين كامريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من البلاد التي يعني تحاول بشتى الطرق منع اقامه هذه الدوله، كما يقوم بفتح عملائها في بلاد المسلمين من الحكام العملاء الذين يستعملهم هذا الغرب في منع الامه للوصول لاقامه الخلافه الاسلاميه. هذه المرحله يتبعها مرحله استلام الحكم. بعد ان يوجد الراي العام لفكره الخلافه وتطبيق الاسلام، الامه نفسها ستطالب، يعني الحزب لم يقيم الخلافه الاسلاميه وحده، ويطلب من الامه ان تكون معه لاقامه هذه الخلافه، لانه لا يستطيع الحزب ان يقيم هذه الخلافه بمفرده. فهو يعمل مع الامه وبين الامه لاقامه هذه الخلافه. اذا اوجد الراي العام، الامر الطبيعي ان ينحاز اهل القوه واهل المنعه في البلد الذي يعني يعمل فيه الحزب لهذه الفكره، ويقوم ب يعني ايصالها الى الحكم. وهذا حدث كان في ثوره 25 يناير. اهل القوه واهل المنعه الان في العالم الاسلامي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اهل القوه من قبيله، فالرسول عليه الصلاه والسلام طلب النصره من القبائل، فالقبيله يعني نصرت النبي صلى الله عليه وسلم قبيله الاوس والخزرج، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وقام الدوله الاسلاميه. الذي يعطي النصره الان لهذه الفكره هم الجيوش الموجوده في العالم الاسلامي، لان هي مكمن القوه. فالقوه الجيش، ماذا تعني بالجيوش؟ سيعتمد على القوات المسلحه في اقامه الخلافه الاسلاميه. لا، بمعنى مثلا في ثوره 25 يناير الناس خرجت الى الشارع، واصبح هناك راي عام انه هذا النظام يجب ان يسقط. فالذي حدث انه الجيش انحاز الى الراي العام لما شاف هذه يعني هذا الخروج العارم للناس في الشارع، فانحاز الى خيار الناس وقام بازاحه حسني مبارك. ويعني بس دي كانت صدفه؟ لا، مش صدفه، هكذا تقام الدول في العالم. يعني هقول لحضرتك، الحزب الشيوعي مثلا على سبيل المثال، الحزب الشيوعي ايام القيصريه تم تأسيس هذا الحزب وحمل فكرة الاشتراكية، واشتغل في روسيا حتى يعني استطاع أن هو يعني يوجد رأي عام للاشتراكية، ويعني وأوجد يعني نوع من الكره للنظام القيصري. فبعد ذلك يعني قام باستلام الحكم عن طريق الجيش. هذا يعني عناصر مهمة جدا في الجيش الروسي لهذه الفكرة، وقام بإيصال هذه الفكرة إلى الحكم. يعني هكذا تقام الدول، يعني هكذا قام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تقام يعني من ناحية عملية، ومن ناحية أنها أصلاً شرعية لأنها مطابقة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الدولة. طيب الرأي العام عشان يوصل للسلطة أو يوصل لأصحاب القوة عشان يوصلوا للسلطة لابد من التعبير عنه، هل هذا التعبير ده يكون ليش الصور التعبير عنه حروب مظاهرات صور احتجاجات؟ يعني هو الحزب يسعى لإيجاد هذا الرأي العام من خلال الاتصال الحي بالناس، من خلال النقاش مع الناس في الشارع، في المساجد، في المنتديات، في الجامعات، في كل ما هو متاح، من خلال ندوة، من خلال مؤتمر يقيمه الحزب، من خلال نشرة يصدرها الحزب يقوم بتوزيعها على الناس لتبين للناس واقع معين، مثلا كموضوع الفرد الأخير مثلا يعني قامت الحكومة بالتفاوض مع صندوق النادي الدولي، يعني أصدرنا فيها بيان وقمنا بتوزيع على الناس ونقاش مع الناس بهذا المثل، نبين لهم أن هذا القرض مخالف للشرع، وأنه هذا القرض يجر البلاد إلى التبعية لصندوق النادي الدولي الذي هو ممثل لامريكا. يعني كنا لسنا بعد النقاش، هذا النقاش هو الذي يعني انت ما يحمله حزب التحرير والكلمه. فيعني كيف يمكن للحزب ان يصل بهذه الكلمه الى اذهان الناس بحيث تصبح قناعات عندهم من خلال الاتصال الحي بكل الوسائل الممكنه، يعني زي ما قلت لحضرتك ندوه، مؤتمر، خطبه في مسجد، لقاء مع الناس في الشارع، كل هذه الامور يقوم بها الحزب. طيب انتوا دلوقتي اسستوا الرأي عام في الشارع، الناس او الناس عبرت عن رأيها هذا واتكلموا فيه، وده بيتطلب عشان تكون الرأي العام ده يكون عدد شباب الحزب يكون عدد كثير جدا عشان يقدروا يقنعوا مثلا 80 مليون مصري متواجدين دلوقتي. عدد شباب الحزب دلوقتي كيف عليه؟ يعني هو التأثير في الشارع يعني ليس بالكثرة ولا بالعدد، يعني هو التأثير يأتي من قوة الفكرة التي تحملها. فإذا كانت فكرة قوية فهي تؤثر بشكل كبير جدا. يعني ما أعطيك مثال، يعني سيدنا مصعب بن عمير ذهب إلى المدينة وهو وحده، في خلال سنة واحدة فقط عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لن يبقى بيت في المدينة إلا وفيه ذكر الإسلام، وهو شخص واحد. ف
قد يكون انا يعني لا يعني لا امكن ولا اعطي هاله كبيره للحزب، قد يكون شباب الحزب في يعني ليس بالعدد الكبير، يعني مثلا لسنا في نص كجماعه خمس، لكن هذا العدد الموجود في الحزب يكفي لايجاد راي عام واحتكاك مباشر للناس. و هرجع لكلمة حضرتك قلتها في النقطة الثانية من خطوات الحزب لنشر دعوته، التفاعل من أجل إبراز الأفكار المناقضة في المجتمع كالأفكار الليبرالية والاشتراكية والديمقراطية. نعم. أنتم بهذا الشكل ترفضون الديمقراطية وأساليب ونظم الانتخابية والنظام السياسي الدائم أو النظام السياسي المتبع حاليا في مصر؟ لماذا وما البديل لديكم في الحزب الجديد؟ نعم. يعني هو ده يعني بتتكلم بين يعني هناك نظامين، نظام الذي نحمله هو نظام الخلافة الإسلامية، وهو الذي أسس بنيانه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يعني الخلفاء الراشدون يعني استمروا في نفس الإطار، يعني إطار الدولة الإسلامية التي لها تفاصيل. الحزب لديه يعني أنا كتاب اسمه جلة الدولة في الحكم والإدارة، يعني يبين تفاصيل هذه الدولة وشكل الحكم فيها. النظام الديمقراطي هو نظام غربي يعني جاء من عند الغرب، وهو كان نتيجة الصراع الذي حدث في العصور الوسطى في أوروبا بين الكنيسة وبين رجال الفكر. الكنيسة تريد أن تحكم الدين تحكيما مطلقا في حياة الناس، بينما رجال الفكر يعني منهم من أنكر الدين مطلقا وقال هذا الدين يعني مخدر، يخدر الناس الشعوب وهو أفيون الشعوب وهو كذا. فكانت فكرة الديمقراطية حل وسط بين هذين الطرفين، طرف ينكر الدين مطلقا وطرف يريد أن يحكم الدين في كل حياة الناس. فقالوا يعني نفصل الدين عن الحياة. فالديمقراطية هي فكرة تمثل فصل الدين عن الحياة. في الإسلام لا يوجد فصل بين الدين وبين الحياة، ولا يوجد فصل بين الدين وبين الحكم، لأن الدولة هي حكم جزء من الأحكام الشرعية المتعلقة يعني برعاية شؤون الناس. فالنظام الديمقراطي إذن يعني يفصل الدين عن الحياة، ولذلك نحن نرفضه. النقطة الثانية، النظام الديمقراطي يعطي السيادة للشعب، بينما هي في الإسلام لله سبحانه وتعالى. فالذي يشرع في النظام الديمقراطي هو الناس، يعني مجالس منتخبة، مجلس التشريعي يقوم بوضع القوانين ويسن الدستور، ثم بعد ذلك يعني يضعها بين أيدي الناس للتصويت عليها. فكيف نصوت أو نأخذ رأي الناس في أحكام الله سبحانه وتعالى؟ فنظام النظام الديمقراطي من هذا الباب. كما أن النقطة الثالثة وهي مهمة، النظام الديمقراطي يعني يعطي ما يسمى بالحريات التي يعني أصبح لها يعني رواج كبير جدا في بلاد المسلمين. نطالب بالحرية، أي الحرية بالمفهوم الديمقراطي يعني الإنسان يتحلل من كل قيد، بينما في الإسلام الإنسان ليس حراً، بينما هو عبد لله سبحانه وتعالى ولا يقع في الإسلام. الإسلام الإنسان ليس حر، الإنسان حر من بمعنى أنه ليس عبد مملوك لأحد، يعني ما هوش مملوك، هو حر بمعنى أنه يعني ليس مملوك لأحد. أما الإنسان في الإسلام مقيد في تصرفاته بالأحكام الشرعية، فالفعل أي فعل يجب أن يفعله، إما أن يكون يعني فرض عليه أن يفعله فيجب عليه أن يفعله، أو يعني مسنة أو مندوب له أن يفعله فإذا فعله يعني يؤجر عليه، أو أنه مباح يفعله أو لا يفعله ليس في مثل يعني، أو حرام أنه يفعل هذا الفعل. فهو بين خمسة أشياء. فإذا الإنسان ليس حر بهذا المعنى في الإسلام. الديمقراطية تعطي للإنسان حرية الرأي، فيقول ما يشاء ويرفع يعني، وحتى لو كان يعني في تعارض للأديان أو في يعني كفر، الإنسان يعني حر ان هو يعني يبدل دينه كيفما شاء في الديمقراطية، يعني يكون مسلم ثم يصبح غير مسلم. في الديمقراطية الانسان حر في التملك، يتملك باي وسيلة وباي اسلوب، يعني بالغش بالقمار بالاحتكار بغيرها، انما كل هذه الامور مضبوطة بالاحكام الشرعية في الاسلام. هذه نقطة. النقطة الثانية وهي يعني حتى لا يحدث خلط يعني عند الناس، نحن مسألة الانتخاب، حضرتك سألت موضوع الانتخاب، موضوع الانتخاب غير موضوع الديمقراطية. فالناس تقدم موضوع الديمقراطية وتبين أنها انتخاب، فأنت ضد الديمقراطية أنت ضد الانتخاب. لا، الإسلام يعني هو سابق على كل هؤلاء في موضوع الديمقراطية. وأبرز مثل على ذلك ما قام به مصعب بن عمير عندما رشح سيدنا عمر ستة من الصحابة ليكون واحد منهم خليفة للمسلمين. ثلاث أيام هو يدور على بيوت المدينة بيتا بيتا حتى رأى أن الأغلبية تريد سيدنا عثمان، يعني كانت الكفة بين سيدنا عثمان سيدنا علي. ثم خليفة رسول. نعم. فقام الاختيار سيدنا. إذا نحن لسنا ضد الانتخاب، وخليفة المسلمين إن شاء الله القادم سيبدأ أيضا عن طريق الانتخاب. فالانتخاب شيء والديمقراطية هي وسيلة. الانتخاب وسيلة، وهي من الوسائل المباحة والتي استعملها الإسلام قبل أن تستعملها الديمقراطية.
لكن دلوقتي احنا عايزين نعرف المعايير اللي هيتم عليها انتخاب خلافة المسلمين، وهيتم ازاي يقام خلافة، يعني المعايير دي هتكون ايه وانتوا واضعينها ازاي والطريقة اللي هيتم انتخابه بها ايه، وهل في اشخاص معينة مطروحة لانتخابه، اشخاص معينة مرشحة للمنصب؟ والله هو ده يعني كل التفاصيل موجودة زي ما قلت حضرتك في كتاب مجلس الدولة الخلافة، وفي كتاب آخر اسمه نظام الحكم في الإسلام. فمن الشروط الشرعية التي يجب توفرها في الخليفة هي شروط ليست يعني مستحيلة توفرها، يعني هي بالعكس متوفرة في كثير جدا من أبناء الأمة الإسلامية. فهو يعني ست شروط، يعني مسلم، يكون مسلم أولا، يكون رجل، يعني لا يجوز تولي المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا امرأة، يكون بالغ، يعني القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، يكون عاقل مش مجنون، يكون من اهل الكفايه والاجتهاد، ويكون قادر على رعايه شؤون الناس. هذه الصفات يعني اظن متوفره في كثير من الناس. اي شخص توفر في هذه الشروط يقوم بتقديم يعني طلب لان يكون مرشحا لمنصب الخلافه. في الدوله الاسلاميه هناك ما يسمى بمجلس الامه، يعني هذا متبنى في الحزب، هناك مجلس الأمة ومجلس الشورى. فهذا المجلس يقوم بحصر المرشحين في مثلا ترشح للمنصب مثلا من يكون 20 شخص، يقوم بحصر هؤلاء المرشحين في ستة، يعني يختار منهم ستة، ثم بعد ذلك تجرى انتخابات داخلية في مجلس الأمة لاختيار اثنين من هؤلاء الستة. بعد ذلك يقوم المجلس بطرح هؤلاء الاثنين إلى الأمة تختار منهم واحد، انتخابات عامة الناس تختار بين فلان وبين فلان. وهذا يعني يوفر علينا كثير من مسائل الإعادة الانتخابات والأموال الطائلة التي يعني تنفق في مسائل الانتخابات وإعادة الانتخابات. فهذه هي الآلية التي تبناها الحزب. شاركوا في الصوت ورفعت علم بيضاء وعلم سوداء مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأثارت تلك العلاقات تلك الرايات الإعلام، وقيل أن أصحابها هم الجهاديين، وقيل من السلفيين، وقالوا من التيارات الإسلامية المتطرفة. طبعا هذه الراية يعني هذه من الأمور الموجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه راية ولواء، الراية السوداء مكتوب عليها بالأبيض لا إله إلا الله محمد رسول الله، واللواء أبيض مكتوب عليه بالأسود لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنحن لن نبتدع هذه الراية، إنما هي راية لراية النبي صلى الله عليه وسلم. كل من يرفعها يعني هي الاصل ان يرفع كل مسلم، يعني ليست هي خاصه بالجهاديين، وليست هي خاصه بحزب التحرير، وليست هي خاصه بفئات سلفيه معينه، انما هي رايه مفترض تكون راي كل مسلم. يعني بعد هدم الدوله الاسلاميه تم يعني تفتيت المسلمين الى اكثر كما قلنا من 40 دوله، الان اصبح اكثر من 50، ويعني كل دوله يعني ذهبت واتت بعلم معين واعتبرته هذا هو علم الاستقلال، يعني علم الدولة. وإذا رجعت في الدفاتير الأولى التي وضعت في بعد استقلال هذه الدول عن الاستعمار تجد أن الذي وضع هذه الأعلام هو الاستعمار نفسه. حتى مثلا في سوريا الآن يرفعوا علم القبيلة يسمونه علم الاستقلال، لا لو رجعت إلى الدستور تجد هذا العلم الذي وضعه الاستعمار مش يعني. فيجب أن تكون هذه الراية هي الراية التي يرفعها كل مسلم، هي ليست خاصة بنا وليست خاصة بالجهاديين وليست خاصة بغيرهم. طيب أي دولة إسلامية يعني تقومون فيها؟ السلفيين، الجهاديين، الإخوان المسلمين، أي دولة إسلامية؟ الحزب هو يعني يعرف نفسه أنه حزب سياسي مبدأه الإسلامي. يعني يعني قبل 53 لا يوجد في العالم الإسلامي كله حزب اسمه حزب إسلامي، حزب التحرير عندما أنشئ سمى نفسه حزب التحرير، ولم يضع كلمة إسلامي بعد كلمة التحرير حتى كلمة الإسلامي. لماذا؟ لأن الذي يعني كلمة الإسلام بالألف واللام أنه يمكن أن يتحرر الإنسان بغير الإسلام، تحرير الرأسمالي، تحرير الاشتراكي، تحرير الديمقراطي، إنما الذي يحرر الإنسان هو الإسلام فقط. وذلك يعني من البديهي أنه حزب التحرير أنه على أساس الإسلام. فنحن لا نصنف أنفسنا لنا مثلا حزب سلفي أو حزب يعني كذا أو حزب كذا، حزب سياسي من الدولة الإسلامية.